ما تخافش على الأهلي، طول ما الأهلي في محيطه العربي مع أشقائه عنده كل هذا الود والاحترام والتقدير لانتصاراته يا باشمهندس. والإنصاف. والإنصاف. لا يجدوا داخليا ولكن يجدوا في محيطه الخارجي الإقليمي على الأقل والدولي طبعا. الأهلي يجد هذا الإنصاف عربيا. واحد من المنصفين والمحللين الرياضيين الموضوعيين جدا اللي دايما بيعبر عن تقديره للنادي الأهلي بكل حب وتقدير، المحلل الرياضي والكاتب الصحفي الأستاذ علي الزين. أستاذ علي مساء الخير وأهلا بيك، وتحياتي وتحيات المهندس عادل القيعي. مساء الخير أستاذ إبراهيم، وأنا سعيد بالتواجد معكم ومع الباشمهندس عادل القيعي، وبهالفترات الحلوة اللي هي الأيام الفرح بعد انتزاع الأهلي اللقب رقم 11 بدوري أبطال أفريقيا، ومثبت نفسه زعيما على القارة الأفريقية، ونادي القرن لا يختلف اثنان على حقيته، وبإذن الله نادي القرن القادم كمان اللي نحن فيه هلا إن شاء الله نجيبك في نهاية القرن بإذن الله. إن شاء الله إذا ربنا أعطانا عمر. أستاذ علي قول لي، تابعت المباراة إزاي الأهلي والوداد في مباراة العودة في الدار البيضاء؟ والله أنا تابعت المباراة، وكنت يعني مع احترامنا لنادي الوداد البيضاوي نادي كبير جدا طبعاً. نادي منافس بالسنوات الأخيرة الماضية، وكان بطل القارة، وطبعا دائما متواجد هو بالأدوار الأولى يعني الأدوار المتقدمة لدوري أبطال أفريقيا، لكن كان عندي ثقة انه نادي الاهلي راح يرجع باللقب من المغرب. لخبرتي بنادي الاهلي ومعرفتي بنادي الاهلي وقدرات النادي الاهلي واجتراحه بطولات من وحي المعاناة، وسبق كنا بهالموقع سابقا. انا بحب اقول كنا لانه بعتبر نفسي من العائله الاهلي. طبعا طبعا احنا نشرف بيك يا استاذ علي. اكيد الله يسلمك. فكان عندي امل كبير انه الاهلي مش راح يخذل الجماهير ولا ادارته اللي عملت عمل كبير جدا قبل البطوله، ولا الجهاز الفني. وبالفعل يعني الاهلي عودته باللقب مش مفاجاه، نظرا للامكانيات الكبيره اللي بيمتلكها ان كان بحراسه المرمى وان كان بخط الدفاع او بالوسط او بالهجوم. يعني بيكفي انه اللي لعب المباراه الاولى الحارس الشاب مصطفى شوبير، وهيدي مباراة تعتبر كبيرة على حراس مخضرمين. فمصطفى شوبير أكد قدراته بالمباراة الأولى رغم أنه بعد ما ثبت كحارس أساسي بالأهلي ورغم صغر سنه، وأيضا الحارس علي لطفي موجود وقت يحتاج الفريق. بخط الوسط حدث ولا حرج، بالهجوم ما شاء الله مجموعة من النجوم المميزين، ما بدي أذكر أسماء منشان ما أنسى حدا، والكل قام بواجبه، وبالنهاية كان التتويج الكبير. أستاذ علي، الفوز للأهلي باللقب بعد التأهل الرابع على التوالي رقم في رأي حضرتك عالم للآن رأيك كيف في أنك أنت في فريق بيلعب أربعة فاينلز ورا بعض؟ هون النقطة اللي بتأكد لك أنه نادي الأهلي يغرد خارج السرب. يعني الاهلي بيوصل على الفينال، بيخسر الفينال، بيرجع بيفوز فيه مره واثنين، بيرجع بيلعب مباراه الثالثه باختيار ظالم، لعبت مباراه واحده على ارض خصمه بين جمهور خصمه، خسر المباراه، رجع جمع نفسه، لملم نفسه، ثبت نفسه، احرز كل الالقاب، كانت يعني نقطه انطلاق للفوز بالسوبر المصري والسوبر الافريقي يعني والانطلاق بالدوري منفردا بدون منافس. وايضا رغم اللي حصل بالدور الاول ايضا رجعت مالك نفسه الاهلي ووصل للمباراه النهائيه وقدر ينتزع اللقب بعد ما وصل للمره الرابعه النهائيه. هيدي ما بتصير بانديه عاديه، هيدي مؤشرات لنادي كبير، لنادي تاريخ، لنادي فيه ناس بتشتغل، لنادي مؤسسة. رغم الضجيج، رغم الصخب اللي حواليه، رغم المصطادين بالماء العكر، منطلق المسيرة، وهيدا الشيء
بيعطي يعني بيعطيك قناعه تامه انه نادي الاهلي مهما حصل معه راح يضل بالقمه. ومن جيل الى جيل الاهلي عم يسلم راي من جيل الى جيل، والقمه مستمره والالقاب مستمره وعم يذهب بعيدا. يعني رغم ما عم بيحاولوا يشوشوا عليه للاهلي، لكن شو ما كانت الظروف عم يضل يحرز الالقاب، عم يضل محافظ على مركز المتقدم. الاهلي اليوم رقم خمسه على مستوى العالم بالالقاب والانجازات واداره النادي، فهيدا شيء مش عم ياتي من فراغ. انا سمعت الباشمهندس عدلي عم بيقول انه الانصاف عم يجي من برا، انا بطمنه للباشمهندس حمدي، باشمهندس عدلي ولحضرتك استاذ ابراهيم ولكل الاهلاويه بمصر، انه يعني خارج مصر كل الناس بتعرف شو عم بيصير، وكل الناس متابعه اللي عم بيصير، وكل الناس والجماهير الاهلاويه وغير الاهلاويه بيعرفوا انه الاهلي يعمل ويعمل ويعمل وتارك الصراخ لغيره. هو انا الحقيقه انت يعني ختمت بجمله انا كنت هسألك فيها، يعني كنت هقول لك هل انت شايف الاهلي كده لانك بالعاطفه انت تحب الاهلي، ولا دي رؤيه تلمسها في محيطك والناس اللي حواليك وان ده واقع الناس شايفاه بره رغم كل الشوشره المحليه؟ استاذ عدلي بدون مبالغه بدون مبالغه بدون مبالغه، الاهلاوي وغير الاهلاوي خارج مصر في الخليج في بلاد الشام في الدول العربيه واي مكان انا يعني بصير في حديث عن الاهلي فيه، اللي بحب الاهلي وغير محب الاهلي بيعرف انه اهلي المؤسسه، الاهلي النتائج، الاهلي البطل، الاهلي اللي دائما على المنصات، وهيدا اللي عم بيزيد من شعبيه الفريق. يكفي فخرا يعني كل الناس تجمع انه شخص مثل الكابتن بيبو والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، نحن بنتمنى نشوفه بمقابله نسمع وجهه نظره نسمعه كيف بيفكر. الكابتن محمود الخطيب وين؟ مع مجلس الاداره بالبيانات الرسميه للثانيه، فهيدا شو بيعطيه؟ بيعطيه انه هيدا النادي لا يعمل بالصراخ والصخب، لا بيعمل ضمن استراتيجيه، ضمن خطط محكمه، ضمن رؤيه للسنوات القادمه، فهيدا كل الناس بتعرفه خارج مصر. ويكفي انك انت تسمع بعض التلفزيونات وبعض المحللين اللي عم تطلع يعني تصريحاتهم وبعتقدوا عم توصل لعندكم بالاشاده بالاهلي وبمؤسسه الاهلي وكيف لازم يتعلموا من الاهلي، فانت لما توصلك هالحقائق من خارج مصر انت بالسليم، انت بالامان، انت عم تعطي دروس، وانت اصلا بعد كل اللي حققته على مدار سنوات طويله منك بحاجه لا لا لا, لا يعني الناس تقول الاهلي عم يشتغل صح، انت من زمان بلغت مستوى من التقدم والتطور، ما عدت محتاج اي حدا يعترف لك، انت اصلا خلص وصلت. هو هذا الاحترام الذي نلمسه من كلمات حضرتك والمنصفين هو الحقيقة اللي بيسعى إليه النادي الأهلي، وهو الحصاد الذي يطمن الأهلي أنه يسير بشكل جيد. فيعني الاحترام هو ليس يعني لا علاقة بالعاطفة، وده قيمة الاحترام أكثر من الحب. نشكركم على الحب وعلى الاحترام، وبإذن الله تفضلوا في ظهر النادي الأهلي كل الحب والاحترام، ونظل نعمل من أجل مزيد من الحب والاحترام. طبعا نحن بنعتز أنه النادي الأهلي اللي بنحبه يعني وربينا على محبة النادي الأهلي وألقاب النادي الأهلي وسيطرة النادي الأهلي، اللي بيخليك تحب أكثر هالكيان الخط المرادف له اللي هو المبادئ والقيم والاحترام والاحتراف، او تعامل لاعبين النادي الاهلي بالخارج وبالداخل وقديش التزام اللاعبين، فهون انت بتعرف كيف يدار نادي الاهلي. من هيدي النقطه بتعرف انه هذا النادي مش يعني بنيت اساساته عبر عظماء بكره القدم،
يعني انا يعني بتذكر الكابتن صالح السليم الله يرحمه قديش كان حريص على الايمج تبع نادي الاهلي، ومن بعده الاستاذ حسن حمدي والكابتن بيبو كمان مستمر بالقافله، واللي شفناه الشيء المميز بالمباراه الاخيره كان سعيد جدا لحسام غالي انا لما صعد على المنصه وشارك بتسليم الميداليات للاعبين، لانه الاهلي ما بيتوقف عند شخصيه معينه، الاهلي استمراريه مثل ما فريق الكره مستمر بحصد الالقاب، ايضا اداره نادي الاهلي مستمره باشتراع الكوادر الاداريه الناجحه، وهذا الشيء على 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 مدى سنوات طويله شفناه ولمسناه، وهلا وصل يعني مثل ما بقولوا القطار عند حسام غالي وعم يتم تحضيره لاشياء كبيره بالمستقبل، فهيدا الشيء يعني نحن كلنا مرتاحين انه الاهلي بايدي امينه هلا وبالمستقبل. الحمد لله. استاذ علي كنا سعداء جدا براي حضرتك، والف الف مبروك انجاز الاهلي الكبير. مبروك لنا جميعا والى مزيد من الاحتفالات باذن الله. شكرين. وننتظرك في القاهره عما قريب ان شاء الله. والله القاهره على البال دائما، بس ناطر بس فرصه لحتى اكون بينكم بالقاهره ان شاء الله. تنور وتشرف يا استاذ علي. شكرين جدا. شكرا جزيلا للكاتب الصحفي والمحلل الرياضي اللبناني المتميز الحقيقه الاستاذ علي الزين، اللي بيثري الفضائيات العربيه والخليجيه بكل اسهاماته المتميزه الحقيقة.